آخ يا خيي، بشكركم، بشكر الله وكل الناس يلي اليوم عم تهتم يلي اسم المعاقين معافين، ومن هالمعافين يا تيتا يلي تحت الـ14 سنة بدك تخبري كل القصص اللي نحن بعث لك اياهم. هودي الولاد خلطوا عندي قوس عم بيجوا من غير كواكب، حكي عنها الحبيب من 50,000 سنة، مشان هيك راح عند ستنا عائشة من ميمونة لهون. حطوا هالعلم، العلم بالتعلم كما الحلم بالتحلم، واللغة العربية يا أخوتي أنا بحكي أرمني، أنتو كلكم أفهم منها، كل كلمة إلى 1000 معنى ومعنى مش مثل ما نحن بنفهمها. مشان هيك بدنا نحترم كل إنسان، إنسان، ميزان، قرآن، أبدان، أديان. بلغ إيه يا عثمان، بلغ إيه يا خليفة الله، بلغ إيه يا عيسى ابن مريم. يا حبيب قلبي شو هالعلم، برا كلهم عم بيحكوا عن الإسلام الحقيقي، فطرة. قال الحبيب أنا ماني مسلم، تعجب نشوف، أنا فوق الإسلام يعني مؤمن، وفوق الإيمان يعني شو يا حبيب الله؟ فوق الإيمان يعني الرحمة وسعت كل شيء. إذا بتأذي نملة أنا بالطابق الخامس، كيف بتوصل هالنملة وبتقعد معي على اللابتوب؟ معي فرشاية بحطها على إيدي وبطلع بحطها برا بالتراب. اليوم كلنا الشكر للأردن، الشكر لله، الشكر لكل إنسان، بدنا ناكل تنبيت رو فود كمان جملات عم بكون سعادة. كله عيسى ابن مريم طائف صعود انكماش وانفلاش، اللي ما بيعرف ذكر وانثى ما يحكي يا اخي العلم. كلمه خمره وخمار، اللي ما بيقول لك احمد محمود محمد بدك ترد، كلمه يا وطن مهضومه بس هي من البطن. لا نعم، باب الخلق وباب النطق الى كلمات ومعاني كثيره. كل الكتب مريم، مش مريم اللي عم تكتب. الله بيستخدمنا سيوله، كلنا عم نكتب من خلال هالالوهيه. الله هو هلا عم يحكوا سر كبير، اكيد محمد كيلاني بيلاقيه وموجود عنده. هالسر موجود ببلاد الشام، اذا اشتدت عليكم المحن عليكم بالشام وباليمن. فيها أرض مقدسة مربعة، ربع الجرس، ربع لا إله إلا الله، وسبع بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف الآيات السبعة، تعرفوا إنه علم أبدان وأديان، ليش منعتوه؟ هلأ برا كلهم عم بيحطوا علم، نعم الإسلام، بس أختي 7 سنين بحط إيده على عينه، يعني أنا ما اسمي ألفريد، اسمي آلي. فوق 7 كلهم راح يعرفوا يحكوا عربي، لغة اسمها إسبرانتو، محمد كيلاني حكي فيها من زمان وزمان، كان ولا تصبي. حطوا إنديغوز، حطوا كلمات تشوفوا عم تيجي ناس من كواكب تانية وبيروحوا على العراق بالكوفة. تيتا هونيك 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 بالكوفة كلنا عم نكون هونيك. هلا تحت الـ14 اليوم كلنا بدنا نكون شكرا، ولحني معي يا تيتا كله، وهو كمان نعم عمو كيلاني بفسركن اياها بكلمات من قلبنا كله. اسرار الماء الساخن، مش عم يغلي هيك فيها هيك لمسه سكون هيك يعني. الماء الساخن كنز لم يعرفه الكثير حول العالم، فهو ثقافة معروفة لدى الشعب الياباني ومأثور لديهم وغير منتشر للجميع. وهذا موضوع هام يا تيتا، ليتني أستطيع إيصاله لكل إنسان على وجه الأرض، فما من شيء أغلى بعد ديننا من عافية الأبدان، حيث يقول أحد أطباء القلب لو أن كل منا يعلم يا تيتا فوائد تناول الماء الساخن ويعرف تلك المعلومة لشخص يعرفه، فإنه سيكون سببا في إنقاذ حياة هذا الإنسان.
فلن تصدقوا الكم الكبير من الأمراض التي قدر الله سبحانه وتعالى شفاؤها بالماء الساخن. فله الحمد والشكر، حيث قام الاتحاد الياباني للأمراض بنشر التجربة للعلاج. عمره 3 سنين وما بتقشع، ما بحط إيدي على عيني يقول ما بتقشع. نعم، عمو محمد كيلاني بيفسر لكم إياه. التجربة للعلاج بالماء الساخن تيتا حيث بلغت نتائج نجاحها 100% للأمراض: الصدع، فقر الدم، الأنيميا، داء المفاصل، الشلل، سرعة تربية القلب، الصرع، السمنة، السعال، التهاب الحوض، الربو، السل، التهاب السحايا، المسالك البولية والكلى، زيادة الحموضة، نعم، التهاب غشاء المعدة، الديزنترية، الإمساك، أمراض العيون، الأنف والأذن والحنجرة، الدورة الشهرية. طريقة العلاج هلأ بالماء الساخن: استيقظ مبكرة صباح كل يوم على الفجر تيتا، واشرب 4 كاسات ماء، كل واحدة 160 مليمتر على معدة فارغة، ويكون الماء مائلا إلى السخونة. مش انت واقف، انتوا قاعدين وعمالكم الشراب، هو حطوا المي بيتمكم وعمالكم امضغوها مضغ مضغ. الماء طعام يا تيتا، ما يكون ساخن يشوي اللسان، وإنما يحبذ يكون دافئا قريبا إلى السخونة. بعدين نعم، لا تتناول أي نوع من الطعام أو السوائل قبل ماضي 45 دقيقة. لا تتناول أي طعام أو شراب خلال الساعتين لكل وجبة. وقد يواجه البعض أو المرضى أو المسلمون بالعمر صعوبة في البداية في شرب 4 كاسات ماء في وقت واحد، لذا يمكنهم أن يتناولوا أقل من ذلك تيتا، على أن يعملوا على زيادة الكمية تدريجيا إلى أن يتمكنوا من شرب الكمية المقترحة في غضون فترة زمنية قصيرة. وقد أثبتت نتائج العلاج بالماء الشفاء من الأمراض في المعدة المبينة مع كل منها مبينة. أنا عم بقرأ ألماني: داء السكري 30 يوم، ارتفاع ضغط الدم 30 يوم، مشاكل المعدة 10 أيام، السرطان يا تيتا بأنواعه كله 9 شهور بروح السرطان، السل والتهاب السحايا 6 شهور، الإمساك والمغص 10 أيام، مشاكل المسالك البولية والكلى 10 أيام، مشاكل الأنف والأذن والحنجرة 20 يوم، مشاكل الدورة الشهرية 15 يوم، مشاكل القلب بأنواعها 30 يوم، الصداع نعم بده أيام، فقر الدم، الأنيميا 30 يوم، السمنة يا تيتا 4 شهور، الصرع والشلل 9 شهور، ومشاكل الجهاز التنفسي 4 شهور. ما فيني إلكم شو نتيجتها، ما بتسبب، طلبوا العلم لو بالصين. هلأ هالعلم موجود شرق غرب، وبشيلوا الشدة عن ظهر الأولاد. انتبهوا، قوتوا على بيت الله، كله موجود هوني، وكتب مريم وكيلاني وبشار، شو معنا صدقة. أنا بحب أمسك القلم وجيب ستيكرز، بحب عيش بالأردن، لأن بالأردن اعتمادك يا ربي نار الأردن. نعم، في حرية، في احترام للعلم، في احترام للموت، في احترام، نحن قبائل كل، نعم كلنا بدنا نكون ونحترمون. اليوم هالعيد لإلكم، وكل يوم عيد، عيد سعيد. نعم، النجاة من الصدق تيتا ريا، رح أقراه: بينما كان في حطاب عم بحطي ويجمع الحطب، بيعمل أكوام من الحطب بياخذهم على البيت، اجى شاب وعم بيركض عم يلهد من التعب، ولما وصل دخل خبيني خبيني، لأنه هلا بدهم يشوفوني ناس ويقتلوني. قال له الحطاب: فوت بهالكومة الكبيرة هون هون تحت الحطب، وغطى بالحطب حتى ما حدا يشوف. أخذ الحطاب يحط ويجمع ويجمع، اجوا هول الناس المسرعين اللي بدهم يقتلوا. قالوا له: دخلة مرق شاب من هون؟ قال لهم: ايه، لحقوا مرق وخبيته تحت كومة هذا
حطام. أنا هلا في بدنا نساعده حكاوا بك الحطام. مشي مشي. وهيدا الشاب رح طوب بك الحطام، صار خايف إذا سمعوا وصدقوا بدهم يشيلوا ديته ويقتلوا. شان حطام الخبيث اللي بده يقتلني أنا وجحطني هون وعطاني فرصة حتى أهروب. لا تصدقوا، فليس من المعقول أن يخبئوا ما يدل عليه. هيا نسرع للحاق به، شو بدكم فيه؟ بنقعد نضيع وقتنا ومشوا بينقطوه بيقتلوه. ولما ابتعدا واختفيا عن الأنظار خرج الشاب يديه من تحت كومه الحطب. استغربوا مزهور وبدت عليه أثر الاضطراب والخوف والغضب وكله عاتب الحطاب. قال له كيف بتخبيني تحت ونطلع بتقلي وبتشفع علي؟ ولو ما عندك شفقة أليست عندك رحمة؟ أليس أليس أليس؟ قال له اسكت يا بني، إذا كان الكذب عم بينجي فالصدق أنجى. والله لو كذبت عليهم لبحثوا عنك ووجدوا ثم قتل. سر على بركة الله وإياك والكذب، واعلم إن الصدق طريق النجاح. هيدي كمان تيتا كله ما تقراهن اليوم. نعم الحقيقة ما إلا زمان تيتا، ما إلا وقت، في كل لحظة. ما في إلا النفس تيتا، بس نخلق منتنفس، بس نموت منتنفس، نفس ونفس. هاللحظة وهاللحظة هي اللي فيها اليقظة. جلس عجوز حكيم على ضفة نهر، وشاب بسينة لولا أرض وقع بالماء. أخذ القط يتخبط يديه محاولا أن ينقذ نفسه من الغرق. قرر الرجل يخلصه، مد إيده خرمشه لبسينة، سحب الرجل إيده وصار يصرخ لأنه تألم كثير وانوجع. بس ما مضي كم دقيقة رجع مد إيده تاني مرة، خرمشه لبسينة، سحب إيده مرة تانية وصرخ من الألم. وبعد دقيقة بده يحاول كمان ثالث مرة. كيف الرجل يحكي؟ قال له ما فيك تتعلم من أول مرة وثاني مرة وثالث مرة؟ ولو ما تعزب أنت عم بتحاول إنقاذه بعد المرة الثالثة والمرة الرابعة وبدك تضل؟ لم يقدر أكيني قوله رجل، فضل يديك يحاول حتى نحن شحبي إنقاذه بسعيد. ثم مشى الحكيم باتجاه ذلك الرجل ورمت على كتفه قائلا: يا بني، من طبع لبسين انه يخرمش، من طبعي انا اني احب واعطف عليه. يا بني اعمل الناس بطبعك مش بطبعه، خاطب الناس على قدر عقولي، ومهما كانوا ومهما تعددت تصرفاتهم التي تجرح قدرتنا في بعض الاحيان، لا تخاف، انت بتعرف حالك وبتعرفه. لا تأذن لتلك الأصوات التي تعتلي ضالة، إنك أنت تترك صفاتك الحسنة لمجرد أن الطرف الآخر لا يستحق تصرف المنبي. عندنا تعيش في الآخرين سيبعث الله لك من يعيش ليسعدك. هل جزاء الإحسان إلا بالإحسان؟ كن جميل الخلق تهوات القلوب، فلا تندم على لحظات أسعدت بها أحدك حتى وإن لم يكن مستحق ذلك الطرف الآخر. يقول ابن القيم: الدين كله خلق، فمن فاقك بالخلق فاقك بالدين. أنا سمعت في البلدان العربية إلا إلا، يعني تأكيد إلا إلا، أنا أكيد منه، كلنا أكيد منه. لا تحزن، عبارات حلوة هذه ودافئة وبالتفكير. لا تحزن إن الله معنا، عبارة دافئة جدا. اللهم لا تجعلنا بحاجة لغيرك، وأنت أقرب إلينا من حبل الوريد. لكل إنسان بسيطة يمتاز بها عن الغير، البعض بصمته الحكمة وغيرهم بصمتهم الصدق، وفي ناس بصمتهم العقل، ولكن الأخلاق الجميلة تجمع جميع متصالحين تحتها. أنت ليك بصمة، نكهة خاصة، عيش بما يرضي الله، لأن ما يرضي الله حتما سيرضي. عثرات الحياة ليست ضدك بل هي لأجلك. لم تكن مواقف لتعي ما هي الحياة لتفهم، تفهمها لترى أشياء لم تكن تراها. نتألم لنتعلم، نتعلم في الأدب من قليل الأدب. علمني من علمني يا تيتا. لا تقارن نفسك بأحد فتقلل من نفسك،
عندما تشاهد وتستمتع بأداء شخص ناجح، تذكر إنك تشاهد النتيجة الإنشائية النهائية لشخص بدأ مترددا في بدايته. هالولاد تحت الـ14، بس يلي تحت الـ7 بعضهم بحطوا إيدهم على عينه. رح نحكي عربي بكل العالم، كلامي عنده هالكتب إسبرانتو، لأن اللغة العربية هي لغة منزلة، أكاشيك ريكوردز، كل كلمة إلى 1000 معنى ومعنى. ابحث دائما عن شيء جيد في كل موقف تمر به، وإن لم تجد اقنع نفسك بأنك مررت بهذا الموقف فتتعلم منه درسا، لا تمر به مرة أخرى. صحيح يعني غير هاللحظة ما بنعرف أي ساعة بعد تنقطع نفسنا ومنموت. أحب الأعمال، أحب الأعمال إلى الله، سرور تدخله إلى قلب مسلم، والمسلم هو الفطرة. فاللي أسلم المسيح أسلم الروح، احتزت الأكوان فرحا وابتهاجا. هذا هو الإسلام، إنك تساعد الآخرين ستسعد، إن لم تسعدهم فلا تؤلمني. كتب إلى واحد اسمه عتبة بن فرقد وهو في أذربيجان، يا عتبة، إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلتك أنت. عمر بن الخطاب وهو يكتب في عماله يحذرهم من التنعم والإسراف في أموال المسلمين. الإسراف تبذير، نعم، عمل شيطان، هذا مال القوم. كلنا مسلمين بالفطرة أسلمنا إلى الله. يقول الباحث والروائي الإنجليزي المتخصص في الإسلام والذي ترجم القرآن الكريم إلى الإنجليزية، نعم، مارك ماثيو باكتور، كتب الكتاب القرآن تيدا بحرف أمريكاني بس إسلام ISLAM، محمد ما في حي بس ببلش يقولوا حي. إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العالم الآن بنفس السرعة التي نشروها بها سابقا، بشرط أن يرجعوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأول. سؤال الحبيب، أنا أتيت لأتمم مكارم الأخلاق، لأن هذا العالم الخاوي لا يستطيع السمو أمام روح حضارته إلا بد يكون عندنا أخلاق. لولا أن ربطنا على قلبها أحداث الحياة تعرض قلوبنا للتمزق والتشظي والشتات. الله وحده من يربط عليها، واعتصموا بحبل الله. نعم، تشعر أنك غريب فينقذك الله، ثم تشعر أنك تستحق الغرق في الله فينقذك الله، ثم تدرك أن هذه المرة الأخيرة فينقذك الله. كل واحد منا شو بده يعني؟ بده يعرف أنه كيف هو بده يعرف يكون مع الله. كلنا بدنا نكون هيك. نعم، هلأ كان لرجل صياد 3 بنات، كان في كل يوم يستحب أحدهن إلى شاطئ النهر ويرجع بالمساء، وسلت فيها سمك كتير. وبينما كان الصياد يتناول الطعام مع بناته في أحد الأيام، قال لهن إن السمكة لا تقع في شفة الصياد إلا إذا غفلت عن ذكر الله. قالت إحداهن، وهل يذكر الله ويسبحه أحد غير الإنسان يا أبي؟ قال الصياد، إن كل ما خلقه الله تعالى من مخلوقات يسبح بحمده ويعترف بأنه هو الذي خلقه وأوجده، فالعصافير وغيرها من الطيور وحتى الحيتان الكبيرة والسمك الصغير يفعل ذلك. عجبت الفتاة من كلام أبيها وقالت، لكننا لا نسمعها تسبح الله ولا نفهم ما تقوله. وما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه، إن كل مخلوق له لغة يتفاهم بها مع أفراد جنسه، والله تعالى على كل شيء قدير. ولما حان دور
ليلى وخرجت مع أبيها قررت أن تفعل أمراً لكنها لم تقل أحداً فيه. وصل الأب إلى شاطئ النهر ورمى بسنارته وهو يدعو الله تعالى أن يرزقه ويغنيه. وبعد قليل تحرك خيط السنارة فسحب ليخرج سمك كبير لم يرى مثلها من قبل، ففرح بها وناولها لابنته ليلى لتضعها في السمك. ثم رمى مرة بعد مرة، في كل مرة كان يصطاد سمك، لكن ليلى الصغيرة تعيد السمك إلى النهر مرة أخرى يا ليلى. وحين أقبل المساء وأراد أبوها أن يعود إلى المنزل نظر إلى المنزل أشي بالسلة، تعجب أشد العجب وقال له وين السمكات يا ليلى؟ شو عملتي فيهم؟ قالت له ليلى رجعتهم للنهر يا بابا. قال الأب وكيف تعيدينها وقد تعبنا من أجلها؟ سمعتك يا أبي تقول يوم أمس إن السمكة لا تقع في شبكة الصياد إلا حين تغفل عن ذكر الله، فلم أحب أن يدخل إلى بيتنا شيء لا يذكر الله تعالى. نظر السيد لبنته صار يبكي وقال له صدقت يا بنيتي، وعاد إلى المنزل ومعه شيء. وفي ذلك اليوم كان أمير البلدة يتفقد أحوال الناس، ولما وصل إلى بيت الصياد أحس بالعطش، طرق البيت طلب شرب من الماء، فحالت رضوى أخت ليلى الماء وعطته للأمير وهي لا تعرفه، فشرب وحمد الله ثم أخرج كيسا فيه 100 درهم من فضة وقال له خذي يا صغيرتي هذه الدراهم أعطيها من لب، وراح ومضى. شو هالسر اللي صار؟ كيف يعني؟ مين قال له؟ فأغلقت رضوى الباب وهي تكاد تطير من الفرح، ففرح أهل الباب وقالت لهم لقد أبدلنا الله خيرا من السمك. ولكن ليلى كانت تبكي ولم تشارك فرحته، فتعجبوا جميعا من بكائها وقال أبو شو اللي عم يبكيك يا ليلى؟ الله تعالى عوضنا خيرا من السمك. قالت ليلى يا أبي هذا إنسان مخلوق نظر إلينا وهو راضي عنا فاستغنينا وفرحنا بما أعطانا، فكيف لو نظر إلينا الخالق سبحانه وهو راضي عنا؟ قال الأب وقد فرح بكلامه أكثر من فرحه بالدراهم، الحمد لله الذي جعل في بيتنا من يذكرنا بفضل الله تعالى. إذا بتشوفوا المسيح عند الأرثوذكس يعني الثقة أكل سمك مرتين بالسنة، وهالسمك بعيد 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 عن النهر وعن البحر، وهيك بي كمان نزل من 85 سنة. نعم كان عنده 4 أولاد وأنا منه، نزل على شقة بالبتروم وقال له هلا عنا مرض اسمه السل بس قريبا رح يجي مرض تاني شو ما بدكم نسموه، سين 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 سرطان سيدا سارس كلها الأسماء، لأنكم عم تكبوا كل هالنفايات على الشط والناس بدها تاكل. قال لهم عم بتحطوا شنط على ظهر الأولاد، هلا الأولاد كلها رقبتهم من فوق 5 وظهرهم 5 تحت فقرات اثنيناتهم فيهم أمراض للكبار وللصغار. العلم فوتوا على بيت الله كله موجود، كل كتب مريم وكتب بشار وكتبنا كلنا صدقة مبايعة مش للباع، مش مريم عم تحكي، إن إحنا كلنا أنا أنا نحن نحن واو واو كل وحدي بستني تلاميني كنت طلعت أرمانية قلت لها الأرمان مش حطوها كلها سيليكون، الأرمن 200 سنة قبل ما تحبط يعني إنه هالقد ما بيتجوزوا من بعضهم فباعدوا بالنكاح. طب إنت لا تبصم لأي أحد بالعشرة، اترك إصبعاً على الأقل تحتاج أن تتعبوا الله اندمت اندمت وعبد إصبعي. عندما ترى أحداً مجتهداً في العبادة تأكد بأنه عرف الغاية التي خلق من أجلها، العمل عبادة صار عبادة إذا رام كل الماء العذب الذي تصبه السماء في البحر إلا أنه يبقى مالحا للبحر، فلا تغرق نفسك فالبعض لا يتغيرون مهما حاول. خاطب الناس على قدر عقولهم، المسيح قال لهم أنا معكم مش منكم، شرب الماء تطلع لمن أنت أفاق يا أمرأة. كلنا صعد إلى السماء وني السماء فينا الرحلة داخلية، خلوتي في جلوتي وجلوتي في خلوتي. الصلاة تجعل الإنسان أكثر تحكما في العذاب، قال تعالى خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر
جزوع، إذا مسه الخير منوع. نعم، فينا في المصلين أن نعرف أنه نندم إذا ما صلينا، والصلاة لازم تكون بالسكون. كيف يعني بالسكون؟ بأخلاقنا، البيت له تنمي المكارم والأخلاق. العقول تؤثر، تتأثر ببعضها. احرص على مخالطة أهل العقول الراجحة الناضجة الإيجابية الفائلة. عقل ونجمل التعبين قلت لأ الله هو بيربطه. عقل وتوكل على الله، إذا الله بدي فلته بفلته. الأم هي الإنسان الوحيد التي قد تنسى أن تدعو لنفسها بصلاتها، لأنها تكون مشغولة بالدعاء لأبنائها. كيف أجيب مية زمزم؟ سؤال. زمزم زمزم دعية لأبنها. إذا الله شحطني معناته الله عم يخدمني، ما حطاني بين الناس. أن تكبر بالعمر شيء إجباري خطي، بس بدي أكبر بالعقل هو اختياري. عذر وتوكل. لا يدري المرء إذا نام من سينقذه من أهله أو وين من فوق. النوم نصف الماء. يا أخي شي شو بتلبس؟ الكفن. وفاة عرفنا تطول في البنيان. ما شبعنا من برش بيبي أعنا. لا تفوح رائحة الكعك الزكية إلا حين تمسها حرارة الفرد، وذلك أحلامنا لن تمسها ولم تنضج إلا أن تمسها التجارب. جرب جرب مجرب ولا تقرب حبل المقرب. الأقارب عقارب، بس الأقربون إلى الله هم إخوتنا. نعم، في أحد الأيام تأتى رجل غني سلة مليانة بالطعام الفاسد لرجل فقير. ابتسم الفقير وراح دغري أخذ هالسلة وراح منها القصر وحط الرغون هول الأكلة تبون وحط فيها زهور حلوة كتير ورجع على القصر وعطاها للرجل الغني. استغرب الغني وسأل، أنا أعطيتك سلة مليانة أشياء فاسدة بتجيب لي فيها زهور جميلة؟ أجاب الفقير، كل إنسان يعطي ما في قلبه. اقرأها بهدوء، البعض يريد منك ولا يريدك أنت، والبعض يريدك أنت ولا يريد منك. أشخاص يحبونك وقت الفراغ، وأشخاص يتفرغون لمحبتك. هناك فرق. لو جلست تتذكر إساءة الناس لك فلم تصفو مودتك لأحد. فغض الطرف وتغافل عن الزلات واعتمد النسيان، ومهما بلغ تقصيرك في العبادة لا تكن بحسن خلقه. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائر القائل. أخبركم حد، في بنت عمرها 3 أشهر، أما حطت لها مصاصة مع موبايل، بتحكي لغات كثيرة، بتحكي مع خيها عمره 8 سنين شو لازم يعمل، شو لازم يحكي، وين لازم يروح. حطوا كلمة إنديغوز، حطوا هوم سكولين، بيدفعولكم 10,000 دولار بالشهر، ما حدا بيقدر يمنع. الباب من جوا مسكر، وهيك قلبنا مليان. واعتصموا بحبل الله وفينا انطوى العالم الأكبر. هذا هو المسجد الحقيقي، هاي بدنا السماء. فجر لونه أخضر، الظهر لونه أحمر، ديتا بعدين العصر لون تراب، المغرب معدن، والعشاء لونه أزرق. الخمس ألوان بسوريا بيقولوا شلونها؟ حطوا كولر ثيرابي. نعم يا الله يا حبيبي، انت رح اقراها. قلت انا هلا بدي اقراها، بس بعدين عمو كيلاني هو بفسر لكم اياها. قصه الملك المتواضع. كان ملك من الملوك معروف بالخير والصلاح. هون يوم يجي هو ومرفقه مع الوزراء والحاشي، في رجالين من اهل الدين والتقوى والصلاح عم يمشوا بالطريق. نزل الملك على الأرض وسلم عليهم وصفحهم حيهم وغمرهم. ولو أنت ملك بتنزل كلهم هيك، شو بتنزل بحيك يا هودي الفقراء؟ حقرت نفسك وحصانك نزلت لقلهم؟
إنما هما رجلان عاديان من عامة الناس. بدنا نخبر الملك شو هو بهلة فايزة. خبر خيو للملك، الملك عمل هيك. يوم التاني صار الملك يقول، نزلوا على شوارع المدينة وأعلنوا عن إعدام خيو للملك. قال المنادي، خيو للملك؟ إنها شو الناس؟ نعم، وزراء وهودي الكبار كلهم. ليش بدنا نقتل خيو للملك؟ رح حبطكم. ليش؟ بنت ملك ولك شو عمل خيك وهيك وهيك. قال له ايه، بس انا ملك وانا خادم الحرمين. هيدا اللقب، كل الالقاب مطبية تيتا خدمه. شوفوا هالصندوق من خشب، افتحوا مليان مجوهرات وهيك وهيك. وهيدا صندوق من دهب، افتحوا يا شو هالريحة بتفطس. فإذا انتم مش المهم ظاهر ومظاهر، احترموا الاثنين، الماء والإناء. وعلمني من علمني بالآلام تليدين. هيدي المدرسة يلي سكروها بكل العالم، ولكن الإسلام المسلمين الأجانب الحقيقيين عم بيحكوا فيها. نعم، كتبوا القرآن الكريم بالحرف الأمريكاني، بس هي القرآن بيقروها، ورح يبلشوا يحكوا عربي فوق 7 سنين. كلنا بدنا العالم نعرف إنه ما تطلعوا الظاهر والمظاهر اثنيناتهم منيح، بس قد ما فينا كلنا بدنا نقول نعتذر من الملك، لأنه أنت حقيقة حكيت الحقيقة واحترمت الظاهر والمظاهر. وهلا هيدي كمان كلنا هيك، حدا بيقول زين الحمام، هون بلبنان عندنا زريعة هاي، هاي زين الحمام، بنحط زين الحمام وصبار حتى الأولاد ما تنط من جنينة لجنينة. إذا حسن أخلاق الإنسان كتروا أصحابه وقال له بعدين تبكشوا. كيف بدنا نحسن يعني؟ صار معنا مصاري؟ مين أعداد؟ الأقارب عقارب؟ لا، زوجت ورحت تعيش مع جوزة وحميدة، بعد وقت قصير اكتشفت ما فيني أعيش مع حميدة، شو بدي أعمل يا أبو؟ إذا خالوا لجوزي طبيب بدي في حد، رحت عند قالت له لك أنت طبيب وبتقربنا، أنا مع حميدة ما فيني أعيش، يعني عم جرب بدي أقتلها، كيف بدي أقتلها؟ علمني. الله يعطيكي ماما طعمتها حلوة وطيبة وريحتها بتشهي وحطيها سم، بس حتى ما يشكوا فيك عامليها كأن أمي، مش كأن عدوتي، أو أمي القطوفة، بيفحصوا الميت بيطلع فيها سم وتكون أنت السبب. قالت له انبسطت كثير وعاملتها باللطف وبمحبة، صارت تحس إنه يا الله أنا عم بعملها، صار جوزي عم بيعملني أحسن وهي عم بتعملني أحسن. سر العيلة كله تغير، والجيران والناس وكلهم يجوا يسهروا عندهم. راح لعنده قالت له ليه، هلا بدي خبرك الحقيقة، أنا صرت حبك كأن أمي وهي صرت تحبني، وجوزي كمان تغير معي وكله. قال لي أنا ما أعطيتك سم، كان المحلول اللي أعطيتك ما فيه سم، بس بدش كيف بدي أعمل أعمل فيك؟ الحمد لله إنك ما قتلتيها، الحمد لله إنك أنت اللي شفيتي وشفيه كل اللي حواليك. فإذا نعاملوا الناس بأخلاقها مش بأخلاقه. انتبه، في ملك أدي 2 من أولاده، قال له بدي أبعتكم عند ناس يعني مستشارين، تعلموا الأدب منهم، تعلموا فن التعامل مع الناس وكل شيء، بعدين بتجوا لهم وبشوفكم كل واحد منكم مين بده يكون الخليفة. ها، راح عينيته، صاروا يتعلموا طرق كيف يكونوا الضيوف بس يجوا لعندهم كيف بيعملوا. اجوا نينيك قال له خبروا شو تعلمت. قال له انا
شو بدي خبرك يا بيي، استقبلنا واحد تيبه وسخة كتير، حيب انحطب وولاده كلهم اجوا قعدوا حدنا كأنه ما شايفين ناس قبلنا، ولما نحط الأكل على الأرض كمان كأنه منو شايفين ناس غيرنا، ولقيت إنه طرف تيابهم مخزوق من هون والأواني منا حلوة كمان من هون ومكسورة، وصاروا يتحدثوا لينا كأنهم عم بيحدثوا حاله مبسوطين كتير فينا. وقت إجا وقت تنام غطونا بفرش وفرشة كمان راح دار حدار منا حلوة، بس هني كمان ناموا علينا وكل الوقت كانوا هيك كأنهم عم بيقولوا ما فرقت معهم المهم يكونوا معنا. طلع المستشار إلى الابن الثاني وبني شو شفت؟ قال له الابن الثاني من شدة فرح الرجل بنا استقبلنا وثيابه متسخة وهو يحمل الحطب وفي يده، فلم يذهب لتبديل ملابسه ولا وضع حطبه تحت، فيتأخر علينا عند البيت، وقد انطلق أطفاله نحونا يقبلون رؤوسنا ويتحدثون إلينا وكأننا نحن عائلة واحدة. وعندما وضع لنا الطعام وضعه ثلاث أنواع منه، ومن الواضح أنه كل الطعام الذي لديه تلك الليلة بمنزله كله، وكأنه أخذ لأجلنا من أمام أهله صار يأكلوا من هون ومن هون، قدمنا بأوانه كمان منا منيحة، شو بدنا نعمل يعني كلها مكسرة وهيك وهيك. صار يتحدثوا لينا الأولاد كأنها أول مرة بيشوفونا هيك، بس شو بدك يعني؟ بدك يعني نحن ناكل من هالأكل المجهول؟ إجا وقت النوم كمان حطونا على فرشين، شو بدي خبرك؟ وناموا فوقنا كمان. شو هيدا؟ هيك بدنا نقعد؟ بدنا نتعلم الأدب الضيافة من أهل القرى وما جعله هيدا الرجل الاحترام، نحس بأننا غرباء. نظر المستشار إلى الابن الأول قائلا إنك لم تتعلم للأسف، لن تستطيع ذلك أيضا. ثم نظر للثاني قائلا أما أنت فقد أيقنت أن الأداب ليست أن يتأدب الناس معك وما يفعلونه وما يفعلونه بالضيافة، إنما كيف تتأدب أنت بفهمك للناس وانتقالك من الانتباه للأواني وما تحمل إلى الانتباه للأنفس وما تحمله وأبدي. أدب النفوس ليس في أشكال الموائد، خاطب الناس على قدر عقولهم. الطعام منا إناء أواني ومعاني، شو تعلمنا؟ نشوفهم هودي مجويين هودي هيك وهودي هيك، شو بدي أقول من أكلتهم يعني؟ جبل كل شيء، لا. كان في واحد قال الحطاب شو عم بحمي؟ كان في خدمة تحت الحطاب عم بحمي أبونا آدم وأمنا حواء مسؤولية عزيبه. يا الله يا الله يا الله يا الله، يعني هيك آدم وحواء عم بتعذبنا؟ لو كنت أنا ومرتي مطرحهم كنت عملت غير شكل، بس أنت يا الله عيب تعذب فينا. سمعوا أنا بدي أعلمك أنت مثلا كأني عم عامل أمرا ببيت تقعد عندي بالقصر. إجوا بعد عندي بالقصر وقدم لهم كل القصر عيشوا هم، بس أنا أدي منكم أمر واحد، سكنتوا بهالقصر البغي، صاروا الخدم يهتموا فيكم بكل عينيه، حسوا بسعادة لا توصف. يوم من الأيام حطوا هالأكل، قدموا أهم المأكولات الشهية وقال لهم ليكو عندي شغل، هون في صحن ما بتكشفوا عنه، إذا كشفتوا عن هالصحن بدي أطردكم من القصر، فهمتوا؟ صاروا هالزوجين بحبوا القصر، إن شاء الله رح يشوفنا يعني الأمير والملك وكلهم، أنا مرتا وأنا بدي أكشف عن هالصحن. ورفعت المرأة الغطاء، طار منه عصفور صغير وصرخت بأعلى صوتها لشدة اندهاشها وفزعها. وإذا الأمير رجع نزع منها زينتهما طردوا من القصر. نحن نحب نحن أن نعيد نعم على العاصين أو الغافلين وننظر إليهم بعين الاحتقار، فنبتل بما ابتلوا به ولنثق أن أقدارنا بيد الله، ولا يملك أحد أن يكون سبباً في سعادتنا أو شقائنا، بس واعتصموا بحبل الله، ما تتركوا لا لورا لا لأبدا،
شمعة صغيرة يا أخوتي بتضوي عتمة كبيرة. شو قالنا آخر؟ قال واعتصم بحبل الله وفينا انطوى العالم الأكبر، انطوى واستوى. نعم انتو بتعرفوا، اسمع كلامها وتأمن ملامه. هذا أبونا كورة. آخ يا أبونا شو بدي أعمل لك؟ إجا جارنا أبو رضوان مبارح وعادي كتر حكي كتر حكي كتر حكي كتر حكي، شو بدي أعمل؟ صرت أنا ساكت ساكت ساكت، شو بدي أعمل؟ يا ريتني مرة، يا ريتني بشيفته، شو بدي أعمل؟ سكت، حول حياتنا كلها. قال له أبونا سليمان، سلامت فهمك يا أبو رضوان. كانت أم رضوان تقضي نصف يومتها تتخانق هي وحميتها جكرة وسلفتها وكله. لما ماتت حميتها مين بدت تحكي مع مين؟ صارت تحكي مع سلفتها ومعها ومعها وجارتها وكله. لك سمع كلام المرة وابتسي ما ترد عليها، شو ما بدها تحكي تكثر حكي. وانت من سوء حظك ماتت الحما، شو صارت تجي هي لعندك وهيك. أنا تسامح يا أبونا، اصبر خاطر الناس، شو بدك فيه؟ لأنه كلنا بدنا نكتر حكي. تتذكر تتذكر، نعم كانوا من زمان إذا بدك ترضي المرأة طلع فيها وابتسي. ما تصدق شو بتقول وما تفهم شو بتقول، المرأة ما فيك تفهمها. سمعت؟ المرأة ابتسي واحترمها لأنه شو ما قالت هي معها حق. كرواتيا يعني منطقة اسمها كرواتيا هن اللي جابوا الجرابات، هو بيحكي اللي بده إياه وأنا باخد هالجرابات وبشده مطرح ما أنا بده. يا الله معنا حق. أنت لا تخاف. وراح هيدا أبو رضوان لعند حاكم، قال له للحاكم لك هيدا شو عم بيعمل؟ قال أبو سليمان هيك وهيك وهيك، وانا تحب قعدي اعمل سكوت سكوت. بعدي باو بالدار قال له مين؟ قال له مرته. قال له ايه انت كنت انا بدي اهديك حمار، راح اهديك هلا حمارين اذا انت الحاكي وخايف من مرتك. شو تركت لغير حكيم؟ كل واحد بخاف من مرته، مرته يعني مرته. حكوا له وانبسطوا فيها. في دوره تدريبيه في احد المدارس 50 مدرب كيف، وصار هالمحاضر يحكي ومعه 50 بالون. قال لهم كلكم انفخوا على البالونات ربطوها واعطوا كل واحد، حطوا اسمه عليه من هالناس واعطوا كل واحد بالون ربطوها وحطوا اسم ايه ده محمد واحمد وعيسى وشربيل وانطون وجندار وسلمى كله سني شيعي سوشي. فحطوا البالوني صار كل واحد يقدح الثاني بالبالون، يقدح ويقدح ما قدروا يشوفوا مين اسمه. قال له ليه هلا شو رح اعمل فيه؟ اعلمكم شغله ثانيه. جاب ناس ايديهم ما بدهم طول وقعدوا وعطاهم 50 بالون وما فين يطول قوة، ما بينطول قوة. صار كل واحد شو يعمل يا تيتا؟ صار كل واحد يطعمه اللي حده، هيدا طعمه هيديك هيدا طعمه هيديك. شو عملوا؟ حطوا الأصحابه كلهم صاروا سعداء. فإذا كل واحد منا بضيعان روح شوف مين جوعان. أنت عندك تمر كل ما ينزل عمشي يجيب بلح أو تمر وأمي تحط بجيبتنا تعطينا زيادة، بركي في واحد إجا وما معه تمر بس حتاكل قدام حدا. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. كلنا نروح نشوف مين في بالضيعة جوعان. نعم. قال في ولد صغير فات على محل جاب هيك صندوق صغير وقف عليه وصار يتلفن يوصل على التليفون. صار يكبس بالزرع. انتبه صاحب المحل صار عم يسمع شو عم بيقول هالصبي صغير. قال للصبي سيدتي أيمكنني العمل لديك في تهذيب عشب حديقتي؟
أجابت السيدة، أنا عندي يلي بيعمل بها العمل. قال الولد الصغير، أنا بعمل العمل بنص الأجرة يلي بيخدها من الشخص اللي أنا عنده. قالت السيدة، هي راضية عليه وما بدها تغيره. صار الفتى عم بيلح أكثر، منظف لك ممر كل المشاة والرصيف قدام البيت، بتكون جنينتك أجمل جنينة بالمدينة. وين؟ بالم بيتش فلوريدا يعني. نعم، كلهم يلي فوق 64 دولة والناس والشعب بيهتموا فيه. قالت له، لا ما بدي، بس أنا الفتى. وسكر صندوقه بيته تليفون. إجا صاحب المحل كان عم بيسمع الحديث، قال له، ليه؟ عجبتني رسالتك وهمتك العالية واحترم هالمعنويات الإيجابية اللي فيك. أنا بعرض عليك فرصة العمل عندي بالمحل. قال له الولد الصغير، لا شكرا، أنا بعمل لعند هالست بس بدي أتحدث عليها لأتأكد من عملي إذا أنا اللي عم بقول فيه منيح أو لا. استفتي قلبك ولو أفتون، قال الحبيب، وما أنا إلا نبي. انتبهوا، هلأ في فوائد المضمضة بزيت الزيتون. يا حبيب قلبي، ما رح أقول الاسم، كان معه سرطان وجا لعندي وأعطيته زيت زيتون من الضيعة اللي منجيبها من هون من لبنان، يلي مكبوس على البارد يعني على الحجر، بيمرق الجحش على الحجر وبيدعس بيكبس الزيتون. نعطي لكل واحد قنيني قنيني قنيني، نعمل مضمضة بزيت الزيتون، بتحط الزيت اللي تمكن الصبح ما يكون في أكل في المعدة، بتعمل هيك بتفوتوا هالزيت بين دراسنا وسناننا ولساننا، ما منبلعهم وما منكبهم بالجنينة، ما منكبهم بالحمام، منروح على التراب منفتح هيك شوية جورة صغيرة منقلها لأمنا الأرض، سامحينا وما فيني إلكن شو بفرخ زهور وحبق وريحان، في أنواع كتير من الحبق، ريحان غير الحبق، هذا الموضة ديتا ريحان واحترام الميت، دفنه تغري قبل. نعم، مشان هيك هالعلم موجود بيأدي بدين للولد للبنت. شو بقول نسكتي خلفتوا بنت؟ بنت مستوي. بعدين احترام الميت داخل. وزيت الزيتون يلي كبس على البيري موجود بلبنان، إذا بتروح على الأردن ما بترجع كلكم. حس حالي بدومة بلبنان وين ما كان. دوارة منقول. زيت في شجر زيتون. شجر غار سنديان باعتمادك يا رب في نهر الأردن. انتبهوا كلنا، إذا اشتدت عليكم المحن عليكم الشامي وباليمن، فإذا هالمضمضة بتشيل كل الأمراض. والطبيب هلأ في أطباء تركوا معظمهم عرب، نحن عرب مش إرهاب، نحكي عربي، معظمهم عرب وأخذوا أرض كبيرة ما رح أقولكم وين، بلبنان بالأردن بالصين باليابان بالمغرب. يا حبيب قلبي أنت، المغرب وكلهم قدموا أرض كبيرة لهيك ناس الأمراء هالملوك. وإذا أنا بدي أرجع لمطرح تيتا باخدك معي كلكم، بدي أرجع على السعودية عند هيفا بنت فيصل وبندر بن سلطان، لأنه بالسعودية أنا عشت هونيك وقالوا لي فرقتي حالك علينا، شافوا هالكرامات اللي موجودة بكل إنسان. بطلبها منك عبد الرحمن الفيصل، عنده هالعلم، يحط العلم في ناس تحت الأرض وناس تحت الماء، ناس بيطلع من ست صبيع ما تقدر شو سلا بيقدروا أحلى من الناس دول، أشو يدعم ست صبيع؟ فإذا كل الأمراض بهالمضمضة، والأطباء بلشت تقول نعم استعملوا عقلكم، اعدل وتوكل وتعرف انه الانسان هو خليفة الله. وبعدين تيتا الحسن والحسين، نعم ابطال الدنيا والاخرة، وستنا زينب اللهم تقبل منا هذا القربان. وليش ضحكتي؟
ولاش بكيتي أم أبيها؟ بكيت لأنه سبقنا على البيت، وضحكت لأني أنا أول الناس رايحة بعمل. هالعلم لازم نرجع نحطه بالمدارس، نشيل المطبات والمكبات، نشيل الشنطة عن ظهر الأولاد وكله. ما كان في حضانة على أيامي. عمره 7 سنين بيروح بيقعد بالدوزيان. نعم. طيب. قال في ملي أعلن في الدولة اللي بيقول كلمة طيبة بدي أعطيه جايزة 400 دينار. وفي يوم بينما كان الملك تيتا عم بيمشي مع حشيته بالمدينة، شاف فلاح عجوز بالتسعينات من عمره قاعد عم يغرس شجرة زيتون. قال له الملك: ليش عم تغرس شجرة الزيتون؟ بعد 20 سنة تطلع وانت عمرك بالتسعين من عمرك. ربنا أجلك، فقال الفلاح العجوز: السابقون زرعوا، نحن كلنا بنقول الضعف، زرعوا فأكلنا، نزرع فيأكلوا، ونحن حصدنا، ونحن نزرع نزع فكي يحصد اللاحقون. فقال الملك: أحسن، هذه كلمة طيبة، أعطوا 400 دينار للعجوز. وابتسم. قال له الملك: لماذا ابتسم؟ قال له الفلاح: شجرة الزيتون تثمر بعد 20 سنة وشجرتي أثمرت الآن. قال له الملك: أحسن، أعطوا 400 درهم ثاني. فالفلاح كمان ابتسم. قال له: ليش ابتسمت؟ قال له: شجرة الزيتون تثمر مرة بالسنة وشجرتي أثمرت مرتي. أحسن، أعطوا 400 درهم كمان. ثم تحرك الملك بسرعة من عند الفلاح. قال له رئيس الجنود اللي عنده: سيدي، لماذا تحرك بسرعة؟ قال له الملك: إذا جلست إلى الصباح فإن خزائن الأموال، كل خزائن الأموال فإنها ستنتهي، وكلمات الفلاح العجوز لا تنتهي دائما. لماذا؟ لأن الخير يثمر دائما، الكلمة الطيبة جوهر ثمين، تكسبنا سحر العقول بحسن الأخلاق. فإن أردنا أن نؤثر في الآخرين، ما علينا سوى أن نحل ألسنتنا بالكلام الطيب، فلنطهر قلوبنا لنشر نعم الطيب في نفوس من نقابل. فكل إنسان منا يحتاج إلى من يخفف عنه بابتسامة أو كلمة طيبة يشعل بها القلب. لها السبب سؤال الحبيب: الابتسامة صدقة. نعم، كلنا لازم نعرف إنه نقدر نبتسم. هل هاي تيتا قرية روعة روعة روعة؟ يا ريتني كنت تترك قصة حمار ابن حمار. هاي قصة حلوة. كان يا ما كان في أحد الإسطبلات العربية مجموعة من الحمير. ذات يوم أضرب حمار عن الطعام مدة من الزمن، ضعف جسده وتهدى للدماء وكان جسده يقع على الأرض يكيفا. فأدرك الحمار الأب أن وضع ابني عم يتهور كل يوم، بده يفهم شو السبب. إجا لعنده أخذه على جنب، قال له: خبرني ليش يا بيي هيك؟ أنا ليش شو بيك يا ابني؟ لقد أحضرت لك أفضل أنواع الشعير وأنت بعدك رافض منك كيف؟ خبرني خبرني شو بيك؟ حدا أزعجه. رفع الحمار الابن راسه وقال له لبيه: نعم يا بيي، إنهم البشر. يبشلك الحمار وقال لابني الصغير: ما بيهم البشر يا بني، إنهم بيسخروا منا نحن معشر الحمير. قال: كيف؟ قال لهم: ألا تراهم؟ كلما قام أحدهم بفعل مشين ومنه مني بيقولوا: يا حمار. وكلما قام أحد أبنائهم برزيلة: يا حمار. أنحن حقا حمير كذلك؟ يصفون أغبياءهم بالحمير. نحن لسنا كذلك يا أبي، إننا نعمل دون ثلل أو ملل، ونفهم وندرك ولنا مشاعر. عندها تبث حمار الأب ولم يعرف كيف يرد على تساؤلات صغيره وهو في هذه الحالة السيئة، ولكن سرعان ما حرك أذنيه نعم يمنة ويسرى، ثم بدأ يحاول ابنه محاولا إقناعه حسب منطق الحمير: انظر يا بني، إنهم معشر البشر، خلقهم الله فضل على سائر المخلوقات، لكنهم أساءوا لأنفسهم كثيرا قبل أن يتوجهوا لنا نحن معشر بالإساءة الحمير. انظر مثلا، هل رأيت حمار خلال عمره كله بيسرق من خيله؟ هل سمعت بذلك؟ هل رأيت حمار عم بيعزي بقية حمير؟ ليش بيعزموا؟ لأنه أضعف منه، إنه لا يعجبه ما يقولون. هل رأيت حمار عنصريا يعامل الآخرين يعني الحمير بعنصرية اللون والجنس واللغة؟ هل سمعت عن قمة حمير لا يعرفون لماذا مجتمعين؟
هل سمعت يوما ان الحمير الامريكان يخططون لقتل الحمير العرب من اجل الحصول على الشعير؟ نعم. هل رايت حمارا عميلا لدوله اجنبيه يتامر ضد حمير بلده؟ لا. هل رايت حمارا يفرق بين اهله على اساس طائفه، سني شيعي سوشي؟ طبعا لم تسمع بمثل هذه الجرائم الانسانيه في عالم الحمير، ولكن البشر هل يعرفون الحكمه من خلق ويعملون بمقتضاها جيدا؟ لهذا يا ولدي اطلب منك ان تحكم عقلك الحمار، واطلب منك ان ترفع راسي وراس امك عاليا وتطبق عهدي بك حمار ابن حمار، فيكفينا فخرا اننا حمير. واتركهم يا ولدي يقولوا ما يشاءون، لا نكذب، لا نقتل، لا نسرق، لا نغتاب، لا نشتم، لا لا لا، كل الله صارت. نعم نعم نعم، لا نرقص فرحا وبيننا جريح وقضيل، اذا نحن نحن عجبت هذه الكلمات الحمار الابن فما راح ينتهي من الشريط. ويقول نعم سأبقى كما عهدتني يا أبي، سأبقى أفتخر إنني حمار ابن حمار، ثم أكون ترابا ولا أدخل النار التي وقودها الناس والأحجار، الشعر أحمد مطر أنه يكفيني إني عربي أكبر إيهني. نعم كلنا هيك. هلا إذا أنت خبيت في لبنان مين بده ينتخب؟ كلهم عم بيوزعوا هلا الزهور وهيك، تنتخب فلان وفلان وفلان وفلان، ما تنتخب حدا، انتخب نفسك بس، كل من أنت، أنا أنا، نحن ونحن. هلا بدي أشوف إنه بعد بكي بقرا هاو هاو ثلاثة تلاميذ ثلاثة ترك، قال التلاميذ ثلاثة معلمهم بعد مدة طويلة من حياة مشتركة والدراسة والعشرة، قالوا نحن بقى نعمل رسالتنا بهالعالم. بعد 10 سنين رجعوا لعند المعلم تيخبروا شو عمل، قعد حد وحد قال له شو عملت؟ آه قال له لأني أنا ما فيني أوقف الكون لأني مريض معلم. قال له الأول كبرياء، أنا ألفت العديد من الكتب وبعت آلاف وأصبح الحال علي ما يرام، أجاب المعلم، ملأت العالم بالورق أنا. قال له الثاني، أنا تعمقت في دراسة الحكم وأصبحت أشهر وأعظم معلم في العديد من المساجد، أجاب المعلم، علماءكم شر علماء منكم تخرج الفتنة وإليكم تعود. قد ملأت العرب كلام وكلام. ثم قال الثالث، حينما كان يمر أي شخص كنت روح له وساعده بدون ما أسأله أنت مين ولا شيء، جيب له طراحة حتى يسرع عليها، خبره كلمات وقصص وهذا الشيء، وقعد حكى، قال له أنت وجدت الله، هل أنت أيضا وجدت الله؟ إن عمل الرحمة حتى لو بدأ صغيرا وبسيطا فهو ذاتي وخبيرك أمام الله. شوف أنت، شوف الموقف، الله بقلبك، ساعتها الله هو اللي بيريحنا بيدبرنا. وأشهد سير أنت ونسي ورحمته وسعته كل شيء. وصيب عوني.